بحظك بإيدك، بحظك بإيدك. بدي أطرح كل شخص يخبرنا عن خبرية صارت معه بالحياة بيعتبر فيها أنه هو رسم الحظ لحياته، مش يعني بمجهود منه، مش أنه بالصدفة صارت. أستاذ روميو، وين تعتبر أنه في فرصة صارت بحياتك أو في موقف بحياتك صار رسم لك الحظ بمجهود أنت عملته، بسعي أنت عملته؟ صحيح، أنا بقول لك نحن من بيت سياسي. نعم، بيتنا بيت سياسي، وأهلي كانوا مفكرين أنه أنا رح أفوت كمان فوت بها الحقل. أنا من زغط في حقل السياسي ما حبيته، وبعدني لحديت اليوم يعني. أصلا مين عم بحبه؟ فهربت على باريس، وقابا كنت عم بتعلم الرسم عند الأستاذ الفنان الكبير أيسر جميل. نعم. ورحت هربت على باريس تأتعلم الرسم، وأول شغلة عملتها فت على اللوفر. وصلت الأربعة من عشية، الخميس من عبكرة كنت قدام اللوفر، فت على اللوفر ساعة 8، ظهرت الساعة 5، أحلفت ما بقى رح أرسم بحياتي. تعقدت. لا تعقدت شو هلأت؟ وبدل ما أتعلم رسم تعلمت الهندسة، ومن ثم هندسة المسارح، وفت بهالحقل وبعد بهالحقل لحد تقلق. الله، كل شيء تغير. الله، الله يخليك استاذ روميو ويطول بعمرك. فلا، وين الحظ ابتسم لك بالحياه بمجهود منك؟ قبل ما هي رح نعطي جواب على سؤال كرمال نطرح سؤال ثاني. شو اسم الغنيه؟ هو الجواب الصحيح خدني معك، هالاغنيه اللي عايشه بقلوب الناس. 14631 شخص جاوبوا على هذا السؤال، اما السؤال التالي فهو لمين أهدت فلة الجزائرية أغنية الوداع؟ 1 لطيفة، 2 وردة، 3 بنازير بوتو، أو 4 كارلا بروني؟ بديك تغني هالأغنية هلا؟ الوداع، إيه مقطع منها. رحمة لها ولينا، سوري معلش صوتي تعبان، رحمة لها ولنا آخر أجمل وردة في بستان أهل المغنى. ضوات حياتنا بالطرب ست الجزائر والعرب، بصمة تاريخها بالذهب وردتنا أميرة الطرب، وقالت ولا يصعب علينا إلا الفراق. شكرا. سوري. فلا، أنا شوية سوري المعذرة إنه صوتي شوية يعني فيه سلامة قلب، بحس صغيرة بس بتعدي. بتعدي، حابة بتعدي. أوكي، وين ابتسم لك الحظ بالحياة بمجهود أنت عملتيه؟ بدي موقف. ما فينا اثنين. الموقف طبعا يكون إنه أنا بحيي كل من عم بيساهم لأطفال سرطان. نعم. أنا عندي أختي أصغر مني نعيمة، بوجهلها تحية، إجالها سرطان، فحظي كان حلو أنه أنا مولودة في باريس فبضلني في باريس، وحظ أنه يعني اتأخذت، شلولها التدي، وحظي كان حلو أنه كنت موجودة في باريس الحمد لله، فجابوها لي وقمت معاها والحمد لله. هلأ هي عايشة كويس الحمد لله، ولذلك أنا يعني بضم صوتي لصوتكم، لأنه لولا الماديات كانوا قالوا يعني فعلا انه يمكن ما كانتش قعدت معانا لهلا. فكتير حظي يعني كتير حلو انه وقفت مع اختي ودفعت كل شيء لازم، كان كل شيء موفر لي يعني. نعم. واخذت عند اكبر دكاتره وعملت كيميوثيرابي وشالوا الثدي، والحمد لله هي عايشه ومن اروع ما يكون. فاتمنى انه يوفر الماديات لهالاطفال فعلا، لانه أقول إنه حظي حلو، كنت كان عندي كل الماديات وأعطيت كل شيء، وقلت بس أختي يعني تنقذوها لي بس إن شاء الله. شكرا فلا، سلامة قلبها لأختك. وأكيد 11:05 بتعرفوا اس ام اس فاضي، تكونوا عم تتبرعوا بدولار فقط. سارة، وين ابتسم لك الحظ بمجهود منك؟ وسام قليل قليل، انه كمجهود يعني انا
اجتهدت كثير عليه هو صوتي. هيدا اكثر شيء يمكن اجتهدت عليه واشتغلت عليه، بس كل الاشياء اللي صارت معي بحياتي كانت لحالها تجي بحياتي ولحالها تصير. بس مجهود بعتبره انا انه هلا لازم اكون عم بعمل مجهود على حالي اكثر، انه الحظ يكون اكثر عم بيفتح لي بوابه اكثر من مجهود شخصي. هلا بعتبر من هلا في يكون عم بلش عم بعمل مجهود شخصي، لانه من قبل بعتبر كنت صغيره شوي. صحيح. كنت مني كان في من يمسك ايدي و الله يرحمه البابا يعني. فهلا بعتبر حالي انه هلا عم بيكون عندي مجهود شخصي حتى باب الحظ تنفتح لي. ان شاء الله دائما الحظ بيبتسم لك. مشاهدينا، كل يلي حابب يطرح اي سؤال على ضيوفنا فيكم تطرحوه على تويتر @wisambrady، اي سؤال حابين تطرحوه على ضيوفنا الاربعه. خليل ولا خلو؟ اللي بدك اياه. وسام، ما راح اقول انه انا ما بآمن بالحظ. طبعا في 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 طاقه كونيه، في واحد يسميها حظ، في يسميها شو ما بده. انما انا بؤمن بالانرجي الكونيه اكثر، يلي بتقول انه وقت يلي بتقرر تعمل الشغله كل الكون ممكن يجتمع حتى يساعدك عليها. من الحوادث المؤلمه اللي صارت معي انه انا على عمر 17 سنه والدي توفى. نعم. الله يرحمه. فأكيد الله يرحمه. كان توجه العائله نوعا ما انه الموسيقى بالوطن العربي انه منه هالاختصاص يلي بطعم خبز بالنسبه للعالم. بقيت مصر انه انا هذا المحل، هي الزاويه اللي انا موهوب فيها، وهيدي الزاويه اللي بدي اشتغل عليها، وما رح روح لشو الاصلح او يلي ممكن يامن مستقبل مضمون اكثر، يلي بيستقبل مستقبل بيشبهني وبيرضيني. فبتصور انه تعبي على دراستي الموسيقيه برات الاطار الجامعي، لانه الجامعه بتقدم لك الجوست نيسيسير الضروري. عملت ورك شوبس، سافرت لحتى اتعلم، عملت كورات مع اساتذه خصوصي منهم الاستاذ توفيق سكر يلي بوجه له تحيه كبيره، استاذي من الاساتذه الكبار المغمورين كمان يلي ما بنجي اعذكرهم كمؤلفين موسيقيين. صحيح. الوقت اللي هو من العظام كبيري. من العظام. فهون بتصور بشوي بعطي كريدي لحالي بهذا الموضوع. شكرا خليل. جواب على السؤال يلي كنا طرحناه هو اكيد الفنانه ورده الجزائريه. الله يرحمها. الله يرحمها. 13827 شخص. والسؤال التالي هو مين هو موزع اغنيه غريبه روحي لساره الهاني؟ 1 هادي شراره، 2 رامي عياش، 3 المارد، 4 وئام وهاب. بدي اسمعها منك. كان بعد فيه بالاحتمالات تحطوا انا. هواهم جلى بالبلا، هواهم وغلبت يا قلبي انا وقل لك بلا. عشق مهلك يا قلبي علي، نفسي وعزيز علي، هجران طول سني لا تنحني، ما ينفاك قلبه تحول بعد طول، ارحمني وانسى الهوى غريب روحي، نسيت جروحي وعذاب العشت معك، شو قال عيونك عذاب دونك حنين رد إليك، غريب روحي نسيت جروحي وعذاب العشت معك، شو قال عيونك عذاب دونك حنين رد إليك. الله. شكرا سارة. رح نتابع نحن وياكم مشاهدينا حلقتنا، اي سؤال حابين تطرحوه على ضيوفنا الاربعه بتبعتوه على تويتر @wisambrady. بريك ومنرجع.